رشا، محطتنا الأولى حنبداها بالحديث عن تاريخ سوريا القديم لنتعرف على أبرز الحضارات وأيضا اللغة والصناعات والإضاءات على أبرز الأحداث والكشوفات وأيضا البعثات الاكتشافية اللي كانت أيضا عم تجي على سوريا وأهم الآثار، وأكيد كتير خبريات وتفاصيل رح تكون مع ضيفنا المميز عبد الرزاق الحمصي، باحث ودليل سياحي، ليخبرنا أكثر عن بعض هاي الاكتشافات والبعثات. يسعد صباحك، صباح اهلا الخير. وسهلا فيك. صباح صباح الخير. صباح الخير لسوريا، صباح الخير لإلك، ان شاء الله ايامكم تيجي فيها دفى وخير. ان شاء الله كفي دفى القلوب لنا. دفى القلوب وقوه طبعا. ان شاء الله. بدايه نحن بنعرف انه سوريا هي مهد للحضارات ومرأ خلال العصور حضارات كثير عليها، يمكن الدراسات والابحاث ما سجلت كل الحضارات، اسماء الحضارات وتفاصيلها خلال التاريخ كله، ولكن نحن بنعرف انه في حضارات كثير اثرت بالارض السوريه. خلينا نحكي بشكل عام اهم رساله حملتها الحضارات لسوريا. من سوريا طلع كثير رسائل على سيره الرسائل، رسائل انسانيه وحضاريه وروحيه دينيه. قبل كل شيء اسم سوريا. اسم سوريا بيعني الشمس، وهذا تقريبا 3000 سنة الاسم. قرص الشمس كان رمز وطني للممالك الآرامية بالألف الأول قبل الميلاد، واستمر هذا الرمز تقريبا لهلا مثل جامع الثقافي باب توما، جامع السيبائية باب الجابية، بيت العقاد، بتلاقوا هذا القرص لساته موجود. رمز صح. موجود. يعني هذا رمز وطني كان للممالك الآرامية. هلا قبل ما احكي عن الحضارة، فرق بين الحضارة وتواجد البشر. تواجد البشر بسوريا تقريبا اكثر من مليون سنة. بداية البشر طبعا بافريقيا، بعدين انتقلوا على ضفاف البحر الاحمر واجوا لسوريا بحدود المليون سنة. بسوريا اكتشفنا التواجد البشري، انسان البدائي غير الحضارة. هلا حاحكي عن التواجد البشري بعدين بنحكي عن الحضاره. التواجد البشري لقينا جمجمه بتدمر عمرها نص مليون سنه. ادوات حجريه استخدموها البشر كمان قريبه من تدمر. في اكتشاف مهم 1995، هيكل عظمي لطفل موجود بحفره. هذا اقدم قبر منظم. عمره القبر 100,000 سنة، هذا عمل ثورة بالاكتشافات. يعني بهذاك الوقت البشر بدأوا يفكروا بالموت بالحياة الثانية، لذلك ما رموه مثل ما كان يرموا الحيوانات، دفنوه. لقينا لحد الآن بين هلا هذا الهيكل العظمي، وفي قسم بمتحف حلب معروض. هو هذا كثير كثير مهم، شفناه بحلب لما كنا بجولة بمتحف. بالمتحف تمام. طبعا هذا موجود بمتحف حلب حاليا، عمره 100,000 سنة القبر. لقوا الطفل بحفرة، حجر تحت راسه ومغطى بحجر. هي على تواجد البشر أو الإنسان البدائي. نعم. أما عن حضارة سوريا، حضارة سوريا أكثر من 10,000 سنة. يعني أنا كلمة مهد الحضارة بكون قليل على سوريا، بقول الحضارة خلقت بسوريا. ليش بقول الحضارة خلقت سوريا؟ كنت عم تذكروا الكتاب، خليني بلش بالكتابات. هلا قبل الأبجدية بكتير، أول إشارات كتابية انوجدت بسوريا أكثر من 10,000 سنة بشمال سوريا. كان يستخدموا أشكال حيوانات ونباتات لأول إشارات بالكتابة، على كتابات على الحجر أو نحت على الحجر أو بالجدران الكهوف. بالألف الرابع بدأت نوع من الكتابة على ألواح طينية، اسمها كتابة مسمارية، تقريبا قريبة لهي. هاي كتابة مسمارية. هاي بدأت تقريبا بالألف الرابع أو أكثر شوي، واستمرت للألف الأول. ألواح طينية. هون كان يستخدموا تقريبا أكثر من 2000 رمز. هلا كثير أنتم بتسمعوا على الأبجدية. هلا هاي الكتابة استخدموا فيها 2000 رمز. تمام. بنسمع الكتابة الأبجدية، أول أبجدية بالعالم تقريبا 1500 قبل الميلاد، يعني 3500 سنة. اللي انطلقت من أوغاريت وانتشرت لكل العالم. الفينيقيون شو سووا؟ بدل استخدام تقريبا 2000 رمز، هذا صعب على كل إنسان، استخدموا فقط 30 رمز. من هداك الوقت صار سهل على البشرية أنه تتعلم لغة.
وكل لغات العالم، كل أبجديات العالم اشتقت من أبجدية أوغريت. هاي الأبجدية، هاي الفينيقي، الأرامي، العربي، اليوناني واللاتيني، عفوا اليوناني واللاتيني. تمام. أنا اخترت 7 أحرف، هي ساويتها بنفسي مشان للسياح وضح لهم إياها زيادة كتير واضحة. شوفوا التشابه بين الأحرف، خاصة دي وإل وإم وإن، في تشابه شديد. هاي قصة اللغة 10,000 سنة. طبعا هاي بالنسبة للغات، سوريا كل شيء بأول شيء، أول ملعب 1600 قبل الميلاد بعمريت، أول نوتة موسيقية، أول نوتة موسيقية هي كتير منكررة. أول برلمان، هذا كتير مهم. أول برلمان عمره 5,000 سنة، نحن الحياة السياسية المنظمة كانت من 5,000 سنة بإبلة. أول برلمان كان في برلمان، وهذا موثق بأرشيف إبلة، وكمان ظل الحياة السياسية مستمرة متطورة حتى بتدمر. تدمر وقت كانت مدينة آرامية فترة الروماني، بس هي كانت مدينة آرامية مستقلة. اكتشفوا كمان برلمان، وفي حجر أساس لهذا البرلمان مكتوب عليه بالآرامي جبلنا تدمرنا كلهم. نعم. تعني بالعربي ممثلين كل أهل تدمر. يعني ممثلين برلمان. هذا ب 57 قبل الميلاد، وموجود الحجر الأساس اللي تبع هذا هي الحياة السياسية. التجمعات البشرية كتير، أول تجمعات بشرية منظمة وجد بسوريا، بقرص بشرق سوريا قريبة لدير الزور، الألف السابع قبل الميلاد تجمع بشري منظم، وضمن هالتجمع البشري المنظم كان في بيوت منظمة بتتكون من عدة غرف ومطبخ وخزان للقمح. عم بحكي 7,000 قبل الميلاد. أول تمثال لإله المحبة والحب والخصوبة وجد بسوريا من 10,000 سنة. هذا أول تمثال، هذا عمره 10,000 سنة، موجود كمان بمتحف حلب. وبعد منه في هذا أوضح منه، هذا 8,000 سنة. ناخذهم على الكاميرا، ثبت شوي. شو أسماءهم هدول القليل؟ عشتار. عشتار. نحن عشتار. يعني قبل فينوس، قبل أفروديت، نحن هي صاحبة فكرة إله المحبة والخصوبة وجدت بسوريا من 10,000 سنة. أول مدرسة بالعالم بإبلة. وجدنا تمارين أطفال بإبلة ومصلحة من الأساتذة على رقيمات طينية كمان بإبلة. وجدنا بإبلة كمان في إعجاز، أنا حكيت كثير عن إبلة لما حكيت، مدرسة لغات أجنبية في لغة بلغة إبلة، هي لغة أكاد إيش اسمه إبلائية. كمان هي نموذج، هي بين الإبلائية والعربية. أصل اللغة العربية من إبلة مو من مكان تاني أبدا. لحد الآن اكتشفنا 1200 كلمة وجملة وفعل وتصريف أفعال نستخدمهم حاليا بالعربي كانوا يستخدموا بإبلة. الإبلة، فإذا اللغة العربية إجت من إبلة من سوريا. بتشوفوا هاي زيكار بالإبلائية، تذكر، زيتون، زيتون، بوكار ولد بكر، أرزتوم، أرس، إحقار، محترم، ملكو ملك، إيدو إيد. هدول أنا جبت نماذج بس. كيف تم اكتشاف هاي اللغات؟ البعثات اللي اكتشفت أهم الاكتشافات بسوريا، وخاصة أنه نحن بسوريا عنا بكل منطقة حضارة معينة كانت فيها، فخبرنا عن أهم الاكتشافات بما أنك أنت أيضا مطلع وخبير ورافقت بعض البعثات أيضا. هلا مئات البعثات اشتغلت بسوريا، يعني سوريا حديقة خصبة للآثاريين. نحن بسوريا هالبلد الصغير في ثلث آثار الكون، أكثر من 10,000 موقع. يعني الرصد الفضائي الجوي رصد مواقع لسه ما اكتشفناها تحت الأرض، بس تقريبا تقدر بأكثر من 10,000 موقع. يعني في كتير مكتشفات وفي كتير بعثات بدأت، اهتمام البعثات اجت أكثر من 120 سنة بدأت تشتغل بسوريا. إبلة اكتشفها بعثة إيطالية برئاسة باولو ماتيه. خلينا نكمل بس بعض المحطات بتاريخ سوريا الحلو المشرف المشرف. حكينا عن المدرسة، حكينا أول مؤتمر طبي، مؤتمر طبي عقد بسوريا من 5,000 سنة. هذا أعجاز. البيوت
يلي بتشوفوها البيوت بحلب وبدمشق وباغلب المدن السوريه، هذا النموذج يلي فتحه السماويه محاطه بغرف، هذا النموذج بدا من 5000 سنه بابله وبماري. هذا البيت نموذج بماري بشرق سوريا، قبل ما كانوا يبنوا البيت يساووا ماكيت، هذا الماكيت عمره 5000 سنه، مهندسين كانوا يساووا ماكيت. لاحظوا فسحه سماويه محاطه بالغرف. نفس النموذج بتشوفوه هلا بدمشق وبحلب واغلب المدن السوريه. هلا باوروبا بكل دول العالم حديقتهم برات، نحن حديقتنا جوا. هذا التصميم، هذا التصميم حتى في هي رسم تخيلي لإبلة كمان، اذا بتدققوا بتشوفوا انه البيوت فسحه سماويه محاطه بغرف، نفس الشيء اللي بتشوفوه ب ب ب هي صوره تخيليه لاول مدرسه، لاول مدرسه بالعالم هي بإبلة من 5000 سنه. حتى الصناعات اللي بتشوفوها حاليا ب صناعة. هاي بدأت الصناعة تطعيم الخشب بالصدف بدأت من 5000 سنة، هدول كمان موجودين بمتحف حلب. قطع خشبية لقيناها بإبلة معروضة هلأ بمتحف حلب، هاي الصناعة عمرها 5000 سنة. هلأ بعض المحللين بيقولوا عمرها 150 من سنة، لا عمرها 5000 سنة. حتى بيستخدموا الخيط، الخيط الحرير وخيط الكتان وخيط الصوف، مزجوه مع خيط ذهب بروكار، بروكار بإبلة. لحد الآن صناعة مشهورة بسوريا ودمشق مشهورة جدا فيها. حتى النماذج الحضارية والتفاصيل المعمارية، قلت لكم الشمس السورية هي شمس آرامية، بيجوا بعض المحللين بيقولوا أنه جاي من بلد معين، لا هلا شوفوا هاي الضفيرة الآرامية، هاي انوجدت بمعبد بعمريت، عفوا بعفرين، 3000 سنه. بالبيوت الدمشقيه بتشوفوها لهلا، اسمها الضفيره الاراميه. يعني نحن تراكم حضارات واصل حضارات. هلا لا شك نحن كمان اجانا من تقريبا 1000 الثاني قبل الميلاد لهلا، سوريا تعتبر سوق للعالم، مزيك حضارات. يعني اليونان فاتوا لسوريا 333 قبل الميلاد، بعدين الرومان، بس نحن بهالعهود هي ما كنا منفعلين، كنا متفاعلين كثير وقدمنا كثير. هلا مثل في اباطره سوريين حكموا روما، مثل فيليب العربي حكم روما من 244 ل 249، هو من شهبه من جنوب سوريا، وجوليا دومنا وعائلتها حكموا، اولادها حكموا روما 40 سنه. مو بس هيك، بتسمعوا يمكن أبولو دور دمشقي، هو مهندس معماري اللي بيروح على روما. لحد الآن أغلب آثار روما صممت ونفذت من المهندس المعماري اسمه عبدو الدمشقي، أو بيقولوا له الرومان أبولو دور الدمشقي. الحمام والمسرح والميناء، وفي عمود تروجان معروف كتير مشهور بروما، اللي بيروح على روما هذا مونيومنت كتير مهم، هذا تصمم ونفذ بمهندس معماري سوري، المهندس معماري السوري اللي ولد بعام 60 ميلادي بدمشق، وحتى اغلب المدن الرومانيه هو صممها هذا المهندس المعماري. فاذا كنا دائما فاعلين حتى بالعهد البيزنطي، وطبعا رساله المحبه رساله المسيح طلعت من دمشق. اغلب تلاميذ المسيح طلعوا من دمشق، كان دمشق بالنسبه لهم مقصد ومنطلق، مثل القديس توما والقديس بولس وغيرهم. بولس هو رحلته المشهوره اللي نشر الدين المحبه دين المسيح باوروبا، لولا رحلته اللي طلعت من كنيسه حنانيا ما كان في مسيحيه وسوريا تقريبا كمان. نحن اذا بنحكي محطات، هي محطات مشرقه وجميله، بس في محطات صعبه كمان. سوريا تعرضت لغزوات وحتى الطبيعة هاجمت سوريا عدة مرات، يعني سوريا تدمرت وأغلب المدن السورية تدمرت عدة مرات وعيد بناءها بسرعة. حجيب مثال كتير مهم وصعب، كان أصعب من هلأ بكتير، يعني أصعب 100 مرة من هلأ الوقت. ب 1401 ل 1410
1400 المغول هاجموا عدة مدن سورية خاصة دمشق وحلب ودمروا هذول المدينتين وقتلوا أكثر رجالاتها. ومعروف أنه برج الروس هذا مبني من رجالات دمشق اللي قطعوه المغول وحرقوا المدينة. بعد منها أجا طاعون وإجا جراد وإجت أمراض كتير وإجا زلزال عنيف خلال 10 سنين من 1401 ل 1410. من 1410 ل 1415 خلال 5 سنين أعادوا بناء عدة مدن سورية. نعم. والإعجاز يلي صار بعد 1401 انبنى بدمشق وحدة 500 مدرسة. حي الصالحية كان كله مدارس وتحول الجامع الأموي لجامعة للطب وفلك وهندسة. يعني دائما نحن بنتعرض لوقت صعب وبنطلع منه وأصعب من هلا. أنا ما عم أحكي إنه بسيط من الوقت هلا، لا وقت صعب كمان هلا، بس إن شاء الله بنتغلب عليه وبنطلع من هالوقت الصعب. كمان في مثال تاني كمان أنا بحب دائما أذكره، من 1910 ل 1920 حرب السفرمرغ، المحتل العثماني ما خلى شب بدمشق بالمدن السورية إلا أخذوا على الحرب، حرب ما لهم فيها، وأخذ كل المحاصيل لحتى وصل الجوع أنه كان يمرق جلكم طنبر على البيوت يدق على الباب يقول له في عندكم ميتين من الجوع. هذا كان بين 1910 ل 1920. وجد أمراض وجد فيروس اسمه الفيروس الإسباني وقتها قتل بالعالم تقريبا 50 مليون. التاريخ عم بيعيد نفسه. تاريخ وأصعب من هلأ. ظن المستعمر الأوروبي أنه نحن سهلين بعد هالعشر سنين الصعبين، حاول يحتل سوريا، طلع يوسف العظمة وبجيش صغير ليقول له أنه ما مهمتك ما حتكون سهلة. وفعلا يوسف العظمة هو بدأ حرب الاستقلال من أول يوم لدخول فرنسا. أرد هلا على سيرة الثلج والعواصف، كمان إجت عاصفة كتير موثقة بالوثائق السريانية. بأي عام هذا؟ 1891 إجت عاصفة ثلجية جمد نهر دجلة والفرات والبحر المتوسط الشرق المتوسط جمد. تعرضت الشام ومصر لهالعاصفة هي وكمان طلعنا منها. أكيد حنطلع. وهلا يعني الوقت الصعب بنطلع منه. لسه في معي وقت؟ كل شيء بمر. معك دقيقة. 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 بدقيقة. هلا نحن العشر سنين هدول صعبين اللي كمان هلا هي من تاريخ سوريا بكره بسجلها من 10 سنين الصعبين او 11 سنة صعبين وحنطلع منها ان شاء الله. بس انا بقول نوجه غضبنا للمحتل للغريب. نحن كائما كنا نتغلب، جدودنا كانوا يتغلبوا عن سنير وقت يتكافلوا مع بعض ويحبوا بعض ويهاجوا المحتل. يعني نادرا ما يكون في عملاء. هلا اذا برايي نوجه غضبنا للمستعمر الامريكي وللعصابات اردوغان. اردوغان هذا الحقير المريض، هذا حصان طرواده، هذا المشروع الصهيو امريكي حطه بهالمنطقه راس حربه بالارهاب. لذلك نوجه غضبنا للمحتل، نوجه غضبنا للغريب، وان شاء الله بنطلع وبالمحبه وبالتكافل وفي امل كبير لسه. ان شاء الله. انا دائما متفائل لانه مرقنا بوقت صعب وطلعنا منه وهلا ان شاء الله في امل كبير. ان شاء الله يا رب زينا ما في بضل على حاله. اكيد انا بدي اتشكرك على وجودك على هي هيك الجوله التاريخيه اللي اخذتنا فيها، وان شاء الله دائما هيك بنحاول نكتشف معك كثير من الامور الجميله اللي بسوريا بحضاره سوريا. بنتمنى لك نهار حلو ودفي حالك منيح هالمنخفض. وانتم كمان شكرا. شكرا لانكم مستمرين انتوا كمان رغم هالبرد. اكيد مستمرين. شكرا لكل المعلومات. اكيد سوريا حضارات وثقافات بحاجه لكذا حلقه يعني لحتى نقدر نلخص ولو شيء بسيط. هي بانوراما سريعه. شكرا لك وصباح الخير عن جديد. صباح الخير.